بسم الله. خالد محي الدين، الرسالة 98 حنناقش فيها في قراءتنا للراهن السياسي في هذا اليوم الخميس 4 يوليو 2024. في قراءتنا الليلة حنعود إلى خطاب البرهان والاجتماع المزمع انعقاده في مصر. سبق في الرسالة الفاتت قرينا هذا المشهد على عجل بدون يعني تحليل عميق للمشهد، والأمر يستوجب صراحة يعني عمق القراءة والتبصر. يعني حنسأل أسئلة بسيطة جدا قبل ما ندخل في المحور الأول خطاب البرهان، والمحور الثاني الرسالة الموجهة من تدخل مصر في الشأن السوداني إلى أجل غير مسمى. لذلك خلونا نطرح بعض الأسئلة المشروعة جدا في فهم موقف السيد البرهان وادعائه برفض التفاوض المذل ورفض التفاوض من حيث المبدأ وتكرار الرسالة اللي ظل يكررها السيد البرهان. برهان يرفض من حيث المبدأ في خطابه مبدأ التفاوض والحل السلمي، لأنه الجيش مهزوم، لأنه هو ما داير يجروه من أضانه، واللي بيجروه من أضانه هي الهزيمة وكسر البندقية. ده واقع سياسي في الأرض. ترى هل البرهان قادر على تغيير موازين القوة بجيش الحركة الإسلامية، جيش الميليشيا ده قادر يحقق انتصار عشان يعود البرهان إلى السلام ويكون صادق في عبارته إنه نحن ناس بتاعين سلام لكن ما بنقبل السلام المذل؟ هذا الرفض اللي لخصه السيد البرهان هو مربوط بموقف لازم يكون واضح بالنسبة لنا. كما نعلم جميعا البرهان عضو الحركة الإسلامية، يؤمر ويأتمر بقرار القيادة الإسلامية لهذه المعركة، القيادة بتاعت الحركة الإسلامية اللي أشعلت الحرب. وقد يقول قائل هي طرف ثالث، هي ليست طرف ثالث، هي طرف أصيل في المعركة. البرهان ممثل وبيدق من بيادق الحركة الإسلامية ويؤتمر بأمرها. وبدت يعني ملامح الحقائق تتضح للناس أنه جيش الحركة الإسلامية ده الأمر والنهي فيه لقيادة الحركة الإسلامية وللسيد علي كرتي والجناح اللي بيقود في المعركة بأشكال المختلفة بكتائبها المتعددة، من البراء ابن أنس والبنيان المرصوص وكتيبة الأمن والدفاع الشعبي والكتيبة الكبرى الجيش. السيد البرهان رفض التفاوض وأكد موقف الرافض للتفاوض للحل السياسي ما لم يحقق انتصار، وهو يعلم علم اليقين إن هو ما حيقدر يحقق انتصار، بل تمدد الحرب واستمرارية الحرب تعني مزيد من الهزائم، ودي وقائع بيثبتها الواقع وطبيعة الصراع. كل يوم بيمر جيش الحركة الإسلامية بيفقد الأرض وبيتراجع وبيفقد المواقع وبتتكسر بندقية الحركة الإسلامية، لأنه بكل بساطة كما هو معلوم يعني وليس الإشاعة أنه كان السيد الكباشي في لقائه مع السيد عبد الرحيم دقلو في المنامة توصلوا إلى اتفاق وقع عنه السيد الكباشي، وجاء في كوستي تراجع عن هذا الاتفاق. يعني يا ترى هنا نتساءل إذا كان الجيش كما يزعم ويدعو ويحاول يفهم الناس إنه ده جيش السودان ودي قيادة أركان حرب، هذا الجيش من تقرر؟ واضح جدا أنه هذه القيادة العسكرية لا تقرر، هنالك من يقرر لها. وافق السيد الكباشي كقائد فعلي للحرب وجلس مع عبد الرحيم دقلو واتفقوا على نقاط وقع عليها بالأحرف الأولى، وكان متوقع أنه يعود الكباشي لمشاورة قيادة الجيش لكي يتم التوقيع النهائي ووقف الحرب في التاريخ المحدد، إلا أنه ده ما حصل. ذهب البرهان الكباشي إلى كوستي وتراجع وتنازل عن كل التزاماته. وحقيقة طبعا الناس قد يتساءل المتابع أنه الدفع الكباشي أصلا للذهاب للتفاوض والعودة مرة أخرى والنكوص ونفض إيده عن كل ما اتفق عليه مع السيد عبد الرحيم دقلو،
كخطوة أولى كانت ستوقف الحرب وقتها يعني. هذا التراجع نتيجة طبيعية جدا، لأن الكباشي والجيش والقيادة العسكرية تؤتمر بواسطة قيادة الحركة الإسلامية، هي اللي بتقرر وهي التي تصادق وترفض أو تقبل أي خطوة يتخذها أي من العسكر، لأن المرجعية والقرار عند الحركة الإسلامية الطرف الأساسي اللي أشعل الحرب، والحرب التي أشعلت بقرار من الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني بدون حتى علم وتشاور مع قيادة الجيش نفسها، وهم كلهم حركة إسلامية، لكن القرار بيتخذ على مستوى عالي. والدليل الأدلة كثيرة، خلينا نقول المفتش العام للجيش تم اعتقاله وأسره وهو ماشي إلى مكتبه في صبيحة الحرب وهو لا يعلم، اتخذ القرار من إذا المفتش العام للجيش لا يعلم بقرار الحرب وماشي يعني إلى مكتبه بدون أي حماية بدون أي ترتيبات بدون أن يعلم أن هنالك يعني حرب قد تم اتخاذ القرار فيها وتم اعتقاله، وكذلك مساعد الاستخبارات العسكرية نائب الاستخبارات العسكرية نائب قائد الاستخبارات أيضا تم اعتقاله وهو لا يعلم من يتخذ القرار. دي القيادة العسكرية ودي قيادة الجيش لا تعلم، مفتش العام لا يعلم، نائب رئيس الاستخبارات العسكرية لا يعلم، من اللي بيتخذ القرار؟ الأدلة كثيرة. السيد الكباشي وافق على التفاوض وجلس مع السيد عبد الرحيم دقلو، وكانت من أهم شروط الاتفاق من قبل قيادة الدعم السريع ووفد التفاوض بقيادة عبد الرحيم دقلو إنه نبدأ التفاوض من آخر نقطة وقفنا فيها. آخر نقطة وقفنا فيها في اتفاق جدة كانت 4 نقاط رئيسية تم الاتفاق عليها في 11 مايو، أي بعد تقريبا 15 يوم أو حوالي 20 يوم تقريبا من بداية الحرب. في 11 مايو تم الاتفاق بين الطرفين لتحسين الخطاب الإعلامي، إسكات الأصوات التي تدعو للحرب هنا وهناك، وأهم فكرة وأهم نقطة اتفاق دي كانت في جدة الأولى أن يتم القبض على قيادة الحركة الإسلامية والهاربين من السجون. دي محل اتفاق بين الطرفين. جاء الكباشي واستأنف والتزم بيده وأصدر قرارات لوزير الداخلية ورئيس الاستخبارات وجهاز الأمن بالقبض على الإسلاميين والبشير وعلى عثمان والقيادة بتاعت الحركة الإسلامية خارج السجون وإعادتهم إلى السجون. لما رجع الكباشي إلى الأرض وشاور القيادة فيما وقع عليه بالأحرف الأولى، أخذت القيادة الفعلية للحرب الحركة الإسلامية أخذت القرار بإبطال كل فعالية ما اتفق عليه السيد الكباشي. ورجع الكباشي زي ما سمعنا في خطابه الشهير في كوستي، حامد كوستي وقتها، وأطلق يعني تصوره للحل حوار سوداني سوداني لا يستثني أحد. ده الكباشي اللي أطلق العبارات الشهيرة يا سودان بيفهمنا ولا ما في سودان، مرجعيته وقيادته الحركة الإسلامية اللي رفضت كل ما اتفق عليه. هل معقول إنه يأتي السيد البرهان بعد أن يعني تمت دعوته مرة أخرى إلى الجلوس إلى جدة وقيادة الدعم السريع توافق على أي اجتماع أو مبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف الحرب والدخول في عملية سياسية؟ لم يرفض الدعم السريع أي من المبادرات أو التوجهات في هذا الخط، لكن الحركة الإسلامية وقيادتها العسكرية عندها قرار بترجع لمرجعية ألا وهي الحركة الإسلامية نفسها. هل يعقل أن يتفق الكباشي وأن يمهر ويلتزم باتفاق يعيد البشير إلى السجن، يعيد علي عثمان ويعيد نافع ويقبض على كرتي؟ هل ممكن قيادة الحركة الإسلامية توافق على هكذا حل؟ لا يمكن أن توافق، وتنصل البرهان الكباشي من التزاماته. والآن موقف البرهان ده هو امتداد لنفس الفكرة القديمة، طالما أن هنالك عملية سياسية وعملية تفاوضية لحل سياسي يبدأ من حيث ما وقفنا في الاتفاق في جدة المتمثل في أهم نقطة القبض على الهاربين من السجون وإعادة قيادات الحركة الإسلامية اللي هاربة من السجون إلى السجون مرة أخرى، وتصفية النظام القديم والحديث
عن تحسين الخطاب الإعلامي بين الطرفين وإسكات الأصوات التي تنادي بالحرب من قبل الطرفين. دي قضايا تم الاتفاق عليها في 11 مايو بعد أقل من شهر من بداية الحرب. دي نقطة البداية اللي بنبدأ منها أي حل سياسي. الصيغة دي ما بترضي الحركة الإسلامية. الحركة الإسلامية ما بتقبل حل سياسي يعمل على القبض على المجرمين وعلى قيادة الحركة الإسلامية وإعادتهم إلى السجون. ده ما بيحصل. والآن هربت كل القيادات محل القبض لتنفيذ بنود الاتفاق بتاع جدة، هربوا خارج للسجون. الآن لا أحد يعرف أين البشير أو أين علي عثمان، كما يشاع أن السيد علي كرتي موجود في القاهرة. الواقع ده هو اللي بيبرر سلوك السيد البرهان. البرهان لن يقبل ولا يستطيع أن يقبض على قيادة الحركة الإسلامية اللي هو عضو فيها. ما ممكن البرهان والجيش، جيش الحركة الإسلامية، أن يقبض على قيادته من أجل الشعب السوداني ومن أجل حل سياسي تفاوضي. ده مدخله. عايز توقف الحرب؟ اقبض على قيادة الحرب. واللي أشعل الحرب ومن ثم يبدأ التحقيق. من أشعل الحرب يتحمل تبعاتها والخسائر اللي حصلت لشعب السودان، وأهم خسارة تشريد أكثر من 12 مليون، القضاء على البنية التحتية، زحف الأرواح والأنفس البريئة. دي أهم شروط لأي عملية تفاوضية سياسية. وهنا طوالي ننتقل مباشرة إلى المحور الثاني في القراءة. وقبل أن ندخل في المحور الثاني في اجتماع مصر وما أدراك من مصر، نحاول نفهم أن البرهان، لماذا يرفض البرهان التفاوض؟ يرفض البرهان التفاوض لأن الطرف الآخر في التفاوض يبدأ من حيث انتهينا. يبدأ التفاوض والعمل السياسي من حيث انتهينا ومن حيث ما وقفنا واتفقنا عليه بالقبض على قيادة الحركة الإسلامية. ودي نقطة لا تقبلها الحركة الإسلامية وبالتالي لا يقبلها البرهان. والبرهان عنده استعداد أن يضحي بكل الشعب. وزي ما قال ياسر العطا، يموت 48 مليون وما ندخل في عملية سياسية تقبض على المجرمين وتعيد يعني الحياة إلى طبيعتها، ويبدأ التحقيق والتحري حول مسؤولية من بدأ الحرب ومن هدم النسيج الاجتماعي ومن قتل أبناء الشعب ومن روع هذا الشعب وشرد 12 مليون سوداني وسودانية من لاجئ إلى نازح. والكوارث شفناها في مصر، في أثيوبيا، ناس موجودين في غابة في أثيوبيا لا تتوفر لهم أي مقومات حياة سواء كان كريمة أو غير كريمة، وداخلين في اضراب عن الطعام مفتوح. دي نتائج ودي معلومات، وفي الأيام القادمة ستضح كثير من المعلومات حتى يمتلك شعبنا حقيقة ما يحدث من تفاوض. لذلك يرفض البرهان الحل السياسي، مش كما يدعي ويكذب انه لا يمكن ان يفاوض ناس قاعدين في بيوت الناس، لا يمكن ان يفاوض الا جنجويد كما يعبر انهم يخرجوا من البلاد. هذا الرجل يتمنى ويحلم، ولكن حقيقة الامر انه هو لا يرضى الحل التفاوضي اللي حيعتقل قيادته وحيعتقل المجرمين ويعيدهم للسجون. ده موقف الحركة الإسلامية. لذلك نحن بنقول بالمنطق العادي جدا اللي ما محتاج الى اجتهادات كثيره، هل معقول ان الحركه الاسلاميه تقبل بعمليه سياسيه تبدا بالقبض على قياده الحركه الاسلاميه؟ هل تقبل الحركه الاسلاميه باعاده المجرمين الى السجون؟ هل تقبل الحركه الاسلاميه في التحقيق والتحري حول من بدا الحرب ويتحمل تبعاتها ويتحمل تبعات ما ترتب على اجعال هذه الحرب من تفتيت النسيج الاجتماعي وتشريد للشعب وتهديم للبنيه التحتيه؟ لذلك البرهان يرفض الدخول في عمليه سياسيه ستعالج هذه القضايا، لكن ما عنده الشجاعه وما عنده القدره، وده الخداع اللي بتمارسه الحركه الاسلاميه. رافضين التفاوض، رافضين الحل السياسي، ويخطوا اسباب لهذا العمل، اسباب عاطفيه من الدرجه الاولى، الكلام عن خروج قوات الدعم السريع من البيوت. نحن ما حنتفاوض الا اخر جنجويد ينتهي، الا يحققوا نصر، وما بنقبل زول يجرنا من اضاننا لهذا العمل التفاوض السياسي. ما في مفاوضات، مش لانه هو داير الناس يطلعوا من البيوت او لانه داير يحقق انتصارات، هو يعلم الان في ام درمان القديمه زي ما ذكرنا بالامس في الرساله الفاتت انه النهب والتجاوزات والتعديات على حقوق المواطن السوداني وعلى امواله وعلى سلامته وعلى امنه اللي مارستها ميليشيا الدعم
السريع او عفوا الحركه الاسلاميه بعد ما استعادت ام درمان القديمه في صفقه مشبوهه، سياتي توضيحه لاحقا، وده من ضمن المعلومات اللي حنمتلكها جماهير شعبنا ونملكها في الايام القادمه. خلينا نقول انه جيش الحركه الاسلاميه اللي دخلوا ام درمان القديمه نهب الاخضر واليابس بما فيها انبوبه الغاز، مارس التصفيه والتعليم البيوت، وكل من قال تسقط بس اصبح هدف. الحركه الاسلاميه تعاقب الشعب السوداني ومن اسقطوها والثوار اصبحوا هدف. استهدفوا الاسر، استهدفوا الاموال، نهب الجيش الاخضر واليابس وما خلى يعني بيت سوداني في ام درمان وفي مناطق نفوذ الجيش يعني الا اتنهب عن بكره ابيه. لكن الحركه الاسلاميه تكذب والبرهاني يكذب انه يرفض الحل التفاوضي، لانه الجنجويد موجودين في البيت في البيوت الناس، لانه يعني هو داير يحقق انتصارات وهو يعلم علم اليقين لا يستطيع ان يحقق اي انتصارات. فدي حقيقه اولى لازم تبقى واضحه، نعرف لماذا يرفض البرهان الحل السياسي، لانه الحل السياسي يجيب على اهم الاسئله. من بدأ الحرب ومن أشعل الحرب؟ لجنة دولية محايدة تحدد وتجيب على هذا السؤال، واللي بيتحمل مسؤولية بداية الحرب يتحمل تبعاتها القانونية والتاريخية والإنسانية والوطنية. وقطعا البرهان يعلم أي لجنة محايدة تتحرى في هذا الأمر سيعلم أن النتيجة يتحمل مسؤولية إشعال الحرب هي الحركة الإسلامية، وهو يعلم أن الاتفاق على حل سياسي يبدأ من حيث انتهينا هذا سيعيد قيادة الحركة الإسلامية وعلي عثمان والبشير ونافع وكرتي إلى السجون. لذلك يرفض التفاوض مش عشان يحقق انتصار، وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يحقق انتصار. بالعكس كل يوم بيمر جيش الحركة الإسلامية بيفقد في المعسكرات وفي الحاميات والمدن تتساقط، وهو لا يستطيع أبدا أن يستعيد أي شبر من الأراضي اللي كان مسيطر عليها، وإلى أن انحصرت سلطتهم الآن في نهر النيل وفي الشمالية وفي بورسودان. والأشاوس وجيش الأشاوس يتقدم في الأرض ويستحوذ على الحاميات وعلى التسليح وعلى المقدرات بتاعت الدولة السودانية، ويحرر المدن ويحرر أقاليمنا من قبضة الحركة الإسلامية وانحصار الحركة الإسلامية. لذلك ده السبب المباشر لرفض البرهان وتكراره، لأنه ما حيفاوض وما حيفاوض القوة العميلة، ويوصف رجع لنفس اللغة ولنفس العواطف اللي في النهايه ما حتبني وطن، وهذه اكاذيب. ودي مربوطه رباط عضوي بما يحدث الان في مصر. ما يحدث في مصر هي محاوله لان تعود الحركه الاسلاميه بواجهات اخرى وبمسميات اخرى الى العمليه السياسيه وتكون جزء منها. وما وجود جبرين ومناوي وعقار جزء من اطراف العمليه السياسيه المطروحه من قبل الحكومه المصريه الا محاوله لرعب الصدع كما يسموه هو المصريين، وللحوار السوداني السوداني تاتي هو الحرب، وتجلس مع القوى اللي رافضه للحرب وتكتسب مصر وجود وحضور في العمليه السياسيه في السودان، ومحاوله تاخي بين الزيب والحمل لاعاده انتاج الازمه مره اخرى وتسكين الحرب وانتاج دولة فاشلة. ودي استراتيجية مصر يا اخواننا، مصر دي عندها هدف استراتيجي، ما عايزة دولة تنمية ولا دولة سيادة ولا دولة مواطنة ولا حريات ولا ديمقراطية في السودان. وبالتالي عشان تنتج دولة فاشلة اذا تتحالف مع الطرف، تتحالف مع ابليس بما فيها كل الفرضيات الحركة الاسلامية. مصر تعتقل الاخوان المسلمين في مصر وتحكم عليهم بالاعدام وتدعم الاخوان المسلمين في السودان، التناوض ده بيحقق استراتيجيه مصر. وجود الاخوان المسلمين كجزء من الحل السياسي يعني دوله فاشله في السودان، وده هدف مصر في انها تستفيد من مقدرات شعبنا وتنتج دوله فاشله عاجزه عن ممارسه التنميه، عن ممارسه السياده. مصر اللي بتاخد سلفه مائيه من سنه 1959 من نصيب حصه السودان حتى الان دوله قادمة مبنية على دستور أساسه المواطنة، وتبنى بدولة تهتم بالتنمية وممارسة السيادة على الإقليم وعلى الموارد، هذا يعني حرمان مصر وحرمان الاقتصاد المصري المؤسس على حساب فشل الدولة السودانية والدولة السودانية الفاشلة. وده الوجود المصري من الاتفاقية الثنائية في سنة 53 وحتى الآن. هل ممكن بعد اللي بيحصل وشايفينه أمامنا وأثبته التاريخ
انه مصر تدعو الى منبر لحل المشكله السوداني، تجلس فيه مناوي وتجلس فيه جبرين ومجموعه العملاء، ان يتاخى الذئب والحمل وان ياتي شرفاء الوطن من الحريه والتغيير وجبهه التقدم عشان يجلسوا مع جبرين ومع مناوي ومع برطم ومع التوم هجو عشان يصلوا الى حل، بحجه انه حل سوداني سوداني. حل زي ده هو اجهاض لجهود السودانيين في وقف الحرب، هو اجهاض لبناء الدولة السودانية ولوقف الحرب والحفاظ على ما تبقى من نسيج اجتماعي. هل مصر حريصة على السودان؟ مصر اللي بتطرد اللاجئين السودانيين اللي احتموا بها وتدفعهم إلى المحرقة مرة أخرى وتتركهم في الصحراء دون مراعاة لحقوق الإنسان وللاتفاقيات والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية. دي مصر تعامل السودانيين وتدعو إلى توفيق الأوضاع وممارسة السيادة على أرضها، ويضطر في ذلك إلى طرد مواطن سوداني وضع خارطة السودان بمثلث حلايب حسب خارطة الأمم المتحدة اللي تابع إلى السودان في مطعمه، تم طرده وترحيله إلى السودان لمجرد أنه وضع خارطة. خليك منين تجي حكومة تطالب بحلايب وشلاتين كجزء من إقليمها؟ إذا هم ما احتملوا مواطن في مطعم في 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 القاهرة وضع مجرد خارطة للسودان تشمل حلايب وشلاتين كمثلث وكأراضي جزء من الإقليم السوداني، هل معقول مصر توافق على حكومة وعلى سلطة بقيادة حمدوك بيتحدث عن حلايب وشلاتين بوصفها إقليم سوداني أصيل؟ الآن طلعت بعض التلميحات بأن السيد حمدوك عشان يعبطوا الطريق ويسهلوا الأمر لتحقيق أهداف مصر، استبعاد أردول، استبعاد برطم، استبعاد مجموعة من الأسماء إنها ما تشارك حتى يمنعوا الحرج من القوى المدنية في أن تحضر. ولكن ما زال مناوي موجود، ما زال جبريل موجود، الإسلاميين يهللوا على عودتهم من العملية السياسية عبر البوابة المصرية. الآن طلعت برضو مزيد من تحسين الصور لإنجاح الاجتماع الفاشل منذ البداية بين جبريل ومناوي وحمدوم والقوى المدنية والأحرار الشرفاء، أن يجلسوا وأن يتآخوا مع مجموعة المرتزقة مع مناوي اللي بيطلب 50 مليون دولار لكي يحارب صفوف الدعم السريع، ولما رفضت قيادة الدعم السريع إعطاه هذا المال وكان ردها أن القضايا الوطنية ليست للبيع والشراء، مشى إلى الحركة الإسلامية وقاتل في صفوفه وفقد أخوه في مقابل ما أعطته له الحركة الإسلامية كبيع وشراء كبندقية مأجورة. هل ممكن الجلوس مع مأجور ومع مرتزق يؤجل البندقية لكي يقاتل مع اللي بيدفع أكثر؟ نجلس معه عشان نوصل الى حل. الان اللي طلع انه استجابت الحكومه المصريه اللي نفذت قرار ابعاد اللاجئين واستهداف السودانيين من 1/7 الى شهر 9 تاجيل وتسكيل للازمه. يعني السودانيين حيتمتعوا بفسحه في مصر لحد شهر 9. يعني ما حيتم طرد ولا معاملتهم بقسوه، واجلوا الموقف المبدئي بتاع مصر ومصالح مصر واضطهاد السودانيين ومعامله السودانيين كبشر من الدرجه الثانيه. مصريين اللي بياتوا بالمواطن السوداني في المسلسل وفي السينما المصريه في دور السفرجي والطباخ والبواب عثمان والطباخ محمود السوداني اللي بياتي حتى في الثقافه المصريه، ياتي كتابع، ياتي كدور ثانوي، كطباخ، كسفرجي، كبواب. دي نظرة مصر إلى الشعب السوداني. هل معقولة أنه هذا الاجتماع اللي هيشارك فيه شرفاء السودان وقواهم المدنية يجلسوا مع مناوي ومع جبرين في نفس الطاولة للوصول إلى حل؟ للسيد حمدوك رؤية أخرى في المشهد، وبفتكر أنه حقق نجاحات في أنه يعني سكن الأزمة، وليس هنالك علاج للأزمة. لن نخرج من الأزمة ما لم ننظر إلى الأشياء كما ينبغي أن ننظر إليها، ننظر إلى مصر كخصم تاريخي وكعدو للدولة الوطنية السودانية. مصر اللي بتعمل على إعادة إنتاج الأزمة في السودان ووجود دولة فاشلة لا تستطيع أن تتحكم لا في الموارد ولا في السيادة ولا تحقيق تنمية حتى تستفيد مصر. دي استراتيجية الدولة المصرية من محمد علي باشا وحتى السيد السيسي. كل هذه الأنظمة ما غيرت استراتيجيتها في التعامل مع السودان كحديقة خلفية وكمرعى سائم. لذلك يعني اجتماع مصر اللي هينعقد في يوم 7 أو 6 و7 من هذا الشهر هي محاولات فاشلة ومحاولة تدخل مصري
مرة أخرى في الأزمة السودانية لإعادة إنتاج الأزمة السودانية، وأتمنى وأتوقع أن تستثمر القوى المدنية الوطنية الصادقة الحقة أن ترفض الحضور في هكذا اجتماع وإعطاء شرعية، وإن حضرت كما يبرر الآخرين، وأنا لست مع هذا الاتجاه بأي حال من الأحوال. الذين حضروا وسيحضروا أو حضروا إلى مصر، كان حزب الأمة ولا تقدم في شخص القائد حمدوك، عايزين يستثمروا هذا الحضور لفتح مصر وتأكيد ثوابت الوطنية السودانية في أن لا تتدخل مصر أو غيرها، وأن يحسنوا شروط بقاء اللاجئ السوداني. ولكن تبقى الأزمة قائمة، مصر عدو السودان، هكذا عقلية وارتماء في أحضان مصر لا ينتج إلا الوبال والعار على الدولة السودانية وإعادة إنتاج الأزمة مرة أخرى. وأنا لا أشك في مقومات وفي قدرات القائد حمدوك في توصيل رسالته بأقل الخسائر الممكنة، وهنا الناس يختلفوا في التقديرات. دي قرايتنا الليلة في خطاب البرهان ورفضه للتفاوض وادعاءه بأنه ما عايز يجي لتفاوض جرنه من أضانه، ولكن النتيجة في النهاية سواء كان ما قدمه البرهان أو ما دعت إليه مصر، كان باللين ولا بالخطاب المباشر من البرهان في رفض التفاوض والحل السياسي اللي حيضع قيادات الحركة الإسلامية في السجون، اللي حيحدد مسؤولية من أشعل الحرب ويتحمل تبعاتها. هذا هو المسار الماشي. الحرب دي أرجع وألخص كلامي في عبارات محددة ظللت أكررها ولا أمل. هذه الحرب لا حيوقفها اجتماع مصر ولا اجتماع موسوفيني مع قائدي الجيش والدعم السريع، ولا حيوقف المجتمع الدولي. هذه الحرب ستقف بكسر بندقية الحركة الإسلامية. أن يأتي البرهان مش مجرور من أضانه، أن يأتي البرهان وحركته الإسلامية مكسور البندقية، أن يوقعوا على استسلام، وده المسار الماشي. والآن اللي بتحقق فيه قوات الدعم السريع وطلائعنا وأشاوسنا في الدعم السريع من تلقين الحركة الإسلامية الدروس والمرارات وكسر بندقيتها وتساقط حاميات جيش الحركة الإسلامية واحد تلو الآخر. ده اللي ممكن يخرجنا من الأزمة. وما في حرب صافية، التجاوزات ستحدث. الحرب نفسها كفكرة هي تجاوز على الحياة المدنية والحياة الكريمة، ولا توجد حرب صافية، تحدث تجاوزات هنا وهناك، وهذه هي الحرب. حتى ما نفهم الأشياء بمثالية ونطالب الآخرين أن يهدونا نصرهم، وواهم من يتصور أن الدعم السريع وطلايعنا في الدعم السريع اللي تجاوز فكرة القبيلة والحاضنة الاجتماعية المحدودة، الآن الدعم السريع هو البندقية المسلحة للثورة السودانية اللي استأنفت المسار بعد هزيمة الثورة السلمية من قبل بندقية الحركة الإسلامية. الآن قوات الدعم السريع تستعيد المسار وتقارع البندقية بالبندقية، وكسرت الحركة تحت الدعم السريع، وشبابنا وطلائعنا كسروا بندقية الحركة الإسلامية، وبانهيار بندقية الحركة الإسلامية سيعود البرهان وستطبق شروط الانتصار، وسيعود المجرمين إلى السجون، وستنتصر إرادة الشعب، ونبني دولة المواطنة والحريات والإنسان. خالد محي الدين في الرسالة 98 في هذا اليوم 4 يوليو 2024. شكراً.